بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب شعب الإيمان: باب في الحكم بين الناس. وعن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت كردوس بن قيس وكان قاضي العامة بالكوفة، أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. قال شعبة: فقلت لأبي مجلس يعني؟ قال: كان قاضيا. قال شعبة: فقلت لأي مجلس يعني؟ لأي مجلس يعني؟ قال: كان قاضيا. هذا الحديث، كردوس بن قيس قبله ميسرة يروي أن قاصا رجل عن أهل بدر، أهل بدر كلهم صحابة مرضي عنهم قد غفر لهم. السند إذا جاء فيه سلسلة من الرجال ثم أسقط الراوي الذي قبل الصحابي اسم الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. يعني هذه الميزة امتازت بها شريعة هذا الدين، لا يوجد في دين من الأديان توثيق ما جاء عن الله وعن الرسول كما جاء في هذا الدين. القرآن بالتواتر أجمع الناس كلهم أن هذه الألفاظ ألفاظ القرآن، وأن هذه السور جاءت وضعها مرتبة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الآية هكذا موضعها في المصحف كما نقرأها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أجمع الناس، يعني ما في شك، العادة أن الناس العدد الكبير الهائل الذي يعجز المرء عن إحصائهم عددهم ما يتواطؤون عن كذب، لا يمكن أنهم كلهم يتفقون، بخلاف لو كانت قرية فيها الآلاف قد يتواطؤون عن كذب عن عمد أو جهل، كحال النصارى. النصارى أمة كثيرة، مع ذلك كلهم بعد تحريف ما قبلهم من الأجيال أن عيسى قتل وصلب بأيدي اليهود، هذا كذا عندهم، لكن عند المسلمين إذا رأوا آية أو وقع في ظنهم حكم واتفقوا عليه لا يتواطؤون عن كذب. إيش معنى يتواطأ؟ يعني ما يتفق وفلان وفلان، دعنا نقول كذا، هذا لا يوجد. وكذا السنة،
السنة جيء بطريق عن النبي صلى الله عليه وسلم بسلسلة من الرجال، يسر الله لهذه الأمة أناس علموا فقه الحديث وميزوا الرجال وفحصوهم ونقدوهم، فلا يؤخذ حديث إلا عن رجل عرف عنه الضبط في الرواية ما يزيد ولا يحرف، وهو ثقة مأمون بمعنى أنه غير مطعون في دينه، لا يأتي بكذب ولا بغيره. هكذا السلسلة عن الذي بعده وعن الذي بعده حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد فيهم رجل ضعيف بمعنى أنه لا يضبط الأحاديث خرجوه عن الصحيح، إما أن يقولوا حسن أو ضعيف. وإذا وجد فيهم من يعرف عنه الكذب ترك حديثه، فإن رووه قالوا فيه كذاب. فدل على أن الحديث حفظه الله عز وجل عن الرسول كما حفظ كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يقبل زيادة ولا تحريف. هذا الرجيم ملقينا ظهره جالس وسط، هذا لا أدب ولا خلق، حركوه يا أخي، قل تقدم قدام، اذهب إلى الأمام يا عبد الله، اذهب الإمام الله يفتح عليك. ويقول هنا صلى الله عليه وسلم في هذه المقالة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اثنان من الضعاف، دعنا عن ذكر هؤلاء هذين الضعيفين. إذا قال أسقط الراوي عن اسم الصحابي لا يضره، إذا وثقنا واطمأنت النفوس أن هذه السلسلة إلى الصحابي ثقات عدول، نعرف أنهم لا يطرأ عنهم كذب ولا تدليس ولا زيادة. كونه عن رجل من أهل بدر هم ثقات، فلا يضرنا جهالة الصحابي، بخلاف لو أسقطوا رجل من السلسلة من غير الصحابي يتوقف، ما يصحح الحديث حتى يأتي من طريق آخر أو لا يقبل منه حكم. يعني إيش معنى حكم؟ ما يقبل منه أن هناك صلاة معينة أو زكاة زائدة أو واجب أو إسقاط حكم، لا يقبل، بخلاف لو جاء في فضائل الأعمال. هذا الحديث فيه جانبان مما يضعفه بهذا السياق. كردوس هذا بن قيس لا يعرف وضعيف، ويعرفه بعض الرواة. الثاني قالوا أنه كان قاض، والذي جاء في مسند أحمد والدارمي وغيرهم من رواة الأحاديث كان قاصا، يعني يعظ الناس، يذكرهم بالآخرة ويعدهم بالمغفرة لمن تاب وأن الجنة. هذا التذكير بالناس تخويفهم وترغيبهم وبيان كذلك ما يجوز وما لا يجوز. ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن قاض يتصدى للفتيا والقضاء في بين يدي رسول الله، ما نعرف هذا، ولا ورد ولا جاء بذلك. ولذا الروايات التي عند الحميدي ومسند أحمد عن أبي أمامة أن قاصا كان يقص العامة بالكوفة، أي كان يقف في الكوفة ويقص الناس، يروي عن أبي أمامة عن رجل من أهل بدر أو عن أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم مر بالرجل يقص، يعني يحدث الناس، هذا يوجد. فإن كان لا يعرف أن قاصا كان يقص الأخبار إلا في عهد عمر رضي الله عنه. البيهقي لما رواه كان قاضيا وجعل هذا قاضي، أورده في شعب الإيمان وأورده في السنن الكبرى،
وهذا تحريف لللفظ من الرواة، ولا ليس قاضيا، كان قاصا. جاء في فضل الاستماع للقصاص هذا الحديث الذي نسمعه، اسمعوا ما يقول: لأن أقعد في مجلس، اقرأ يا عبد المغني، لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق أربع رقاب. لأن أقعد، اللام مفتوحة، هذه اللام تسمى لام القسم. أقول فيقسم صلى الله عليه وسلم أنه بالله العظيم لجلوسه في مثل هذا المجلس، أي مما فيه تذكير بالله وتشويق للجنة والعمل لها وتخفيف الناس بالنار وعقوبة ذلك والابتعاد عما يقربها، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل هذا المجلس أجلس فيه عندي أحب من أن أعتق أربع رقاب. الرقبة يعني العبد المملوك، هذا العبد المملوك الأصل فيه أنه لأن الناس ولدتهم أمهم أحرارا، وليس طريق للرق والعبودية إلا عن طريق الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله أن هذه الدعوة لا بد أن تنتشر، ويدعون الناس إلى دين الله، الذي يرغب يدخل في هذا الدين، والذي لا يرغب يفسح الطريق. هذا قبل فرض الجزية. إيش معنى يفسح الطريق؟ لا يكون عائق. فإذا عاق هذه الدعوة وقعت في طريقها لا بد من مقاتلته، يقاتل فيقتل ويبعد. فإذا قاتلوا واجتمعوا وصار صد عن سبيل الله وعن الدعوة التي أمر الله بنشرها وبثها، فيقال حينئذ قاتلوهم. يأسرون جماعة ويقتلون جماعة، هذا الذي طلبنا منه أن يرجع إلى وراء، جاء الشاهي وقام يشرب: يا عبد الله، ليس هذا من مجالس أهل العلم، ولا نعرف هذا من عادة أهل البلدة، اصرف الطلبة عنك ولا تسوش على الناس، الله يفتح عليك. ويقول صلى الله عليه وسلم: هم غير متعبدين، لأنهم يأتون من بلدانهم، هذه حالتهم. لكن الإنسان لابد أن يعلم أن مثل هذا المجلس الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إليه من عتق أربع رقاب، عرفتم مصدر الرقاب؟ ثم بعد ذلك: هؤلاء الرقاب الذين يؤسرون في الجهاد، ثم جاءت الجزية، فلا يقبل منه من أحد إما أن يدخل في الدين أو يدفع الجزية. والجزية يا عبد الله مقابل حماية المسلمين له، يدعونه ودينه، لكن لا يجاهر بالخمر ولا بالصليب، يبقى ما حد، لا إكراه في الدين، هذا معناه. يدفعون الجزية كما يدفع المسلم الزكاة واجبة عليه. هنا هؤلاء يفض بينهم النزاعات ويرفع عنهم الشجار، وإذا أراد أحدهم بسوء المسلمون يدفعون عنه، ما لا يضامون في هذه الدولة، هذه معنى الجزية. فهو يخير بين أن يدفع الجزية وبين أنه يؤسر فيبقى عبدا، وإن أبى الاثنين قتل. إذا علمنا ذلك، هذه الرقاب توزع على الغانمين، والتوزيع في الغنائم ليس كل مجاهد يجد أسيرا، إنما هذه الغنائم يقسمها الإمام، خمس له. هذا الإمام مو الخمس عشان يأكله، لا، هذا الخمس يدفع للفقراء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وابن السبيل وفي مصالح المسلمين عامة.
إذا الأربع الأخماس توزع على الغناء، توزع على المجاهدين، كم عددهم؟ ومن كان فارساً على فرس، ومن كان راجلاً، ومن له شوكة وقوة في قتل العدو، ومن كان ضعيف، توزع هذه الغنائم، يجرد. هناك رماح وسيوف، وهناك نقد من الأموال، وهناك أطعمة، وهناك جوار، وهناك رجال، توزع. ثم بعد ذلك يجد هذا نصيبه وهذا نصيبه، يعرف المجاهد أن نصيبه من هذه الغنيمة كذا، لا يجوز بيعها حتى يقبضها. ولذا إذا وعدك أحد بعطاء ترك لك ميراث، عرفت أنك شريت صفقة ولم تستلمها، لا يجوز يا عبد الله أن تبيعها حتى تقبضها. جاءتك منحة من الدولة، أعطيناك مكان لقيام إنشاء مصنع أو زراعته أولا إلى ذلك، ما تبيعها إلى أن تقبضها، فإذا قبضتها وأصبحت ملكا لك بيعها، لا كما يفعل الناس، ولا يجوز شراء مثل هذه. هذه الغنائم توزع، ثم هؤلاء العبيد يتناسلون عند أسيادهم، أو أنه يموت ويورث. فمن كان رقيقا يعني من قديم، أو كان عبدا جديدا، هؤلاء العبيد هذا مصدرهم، ثم بعد ذلك يتكاثرون، لا كما يفعل بعض الجهلة من المسلمين، يغيرون على من بجوارهم من عبثة الأوثان والسعرة، ويأخذونهم صغارا ويقولون هؤلاء عبيد، كما هو معروف في غرب أفريقيا وغيرها. لا، ليس ذلك، لا بد من إعلان الإسلام أول والدعوة إليه، من قبل والحمد لله، من لم يقبل يؤخذ. لكن هؤلاء تجار، ولذا أكثر من عنده رقيق ممن بقي أصله مشبوه، ليس عن طريق الجهاد ولا غيره، فلا يصح أن يفتي رجل يقول اذهب عليك كفارة قتل أو جماع في رمضان أو غيره، هذه الكفارة عتق رقبة ولا تجدها إلا في البلد الفلاني. لا، ليس هؤلاء الرقاب التي أمر الله بتحريرها. الرقبة ثمنها غال يا عبد الله، ما هي سهلة، مو كل أحد يستطيع شراء أمة أو رجل، لا لا لا, لا يستطيع الحصول عليها إلا من هو موسر. فلما يقول صلى الله عليه وسلم أعتق أحب إلي، هذه المجالس أحب إلي من عتق أربع رقاب، يعني أحب إليها من ناطحات سحاب أربع، فإن أجرها فإن ثمنها في غاية العلو، يعجز عنها كثير من الناس إلا قلة من المسلمين. هذه الدنيا العظيمة في أعين بعض الناس لا تساوي هي مجلس من هذه المجالس مقدارها ساعة من نهار، أفضل من هذا المال العظيم. فدل لما أراد صلى الله عليه وسلم بيان عظم أجر من جلس يستمع، ضرب له هذا المثل، قال أربع رقاب. عرفنا من هذا الحديث مع كثرة طرقه وتعدد رواياته أنه ليس قاضيا، إنما هو قاص، أورده البيهقي وقد حرف قبله فأخذ هذا التحريف، فظن أن هذا مجلس قضاء، ولذا أدخله تحت هذا الباب، باب الحكم بين الناس. وإلا لو علم أن من قبله من أصحاب السنن والمسانيد رووه بهذا الطريق ما أدخله، لأنه لا مناسبة
بين باب الحكم بين الناس وبين قاص يقص المسلمين. اقرأ يا عبد الله. وعن رجل من آل أبي ربيعة أنه بلغه أن أبا بكر حين استخلف قعد في بيته أو استخلف قعد في بيته حزينا، فدخل عليه عمر فأقبل على عمر يلومه، فقال: أنت كلفتني هذا، وشكى إليه الحكم بين الناس. فقال عمر: أو ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قال: وكأنه سهل على أبي بكر، سهل على أبي بكر حديث عمر رضي الله عنه. اسمع الحديث. أبو بكر رضي الله عنه حين استخلف نبوة ثم خلافة ثم ملك عضود ثم أمارة، لما استخلف أي أن الناس طلبوا منه أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بادر عمر. إيش معنى بادر؟ أي سبق الناس، واضح هذا؟ لأن سيأتي قال: أنت كلفتني، ما كلفه، لكن هو سبق الناس. والعادة أن الناس تتلكى، ما يكون فيها جرأة حتى يروا من سبقهم، فإذا سبقهم ظهر ما في القلوب من الإسراع في الخير، لأنهم لا يحبون أن أحد يفوقهم، كل واحد يسرع يسويه، ما بادر. فكان مبادرا رضي الله عنه. وهذه المبادرة في مثل هذه المواقف يا عبد الله مستحسنة. إذا رأيت فتنة بين جماعتين ثم أوشكوا على الصلح، وتعلم أن من بين الأقوام أناس لا يرغبون في الهدوء ولا الصلح، إنما يريدون استمرار المشاغبة، قد يكونوا منافقين، والله عز وجل حذرنا من النفاق وذكر أوصافا وهم باقون إلى قيام الساعة، وقد يكون مرضى القلوب، وقد يكون فيه حزازات وحسد، معناها الفتنة ما انطفأت. ينبغي للعقلاء إذا وجدوا أن كبار القوم من بين الفئتين تقاربوا يسرع إلى تم الأمر، عشاءكم عندي، هات يدك، بايعت فلان، الناس يتسابقون فتنطفئ الفطنة. تفطن إلى هذه يا عبد الله، راها ما هي سهلة. وذكر هذا لأن كل حتى لو بين شخصين، الشخصين وراءهم أقوام أصحاب فتن، وأحسن العبادات إلى الله عز وجل أن تقرم بين القروب، وأكثر العصيان بغضا عند الله عز وجل أن يفرق المرء بين الأحبة ويفسد ذات البين بين الناس. هذه القطائع من عظائم الذنوب ومن كبائرها، ما استحلى من كبائر الذنوب. ويخبر صلى الله عليه وسلم أن التقرب إلى الله عز وجل وبذل الجهد في تقريب النفوس، جاء ماشي وقطع الصف وراح من هناك، يعني في طريق آخر، لكن عدم الهيبة والمعرفة، هكذا أقوام يأتون بلدانهم وشأنهم ذلك. أنا اللهم اهدنا لأحسن الإخلاق، اهدنا، هكذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ما رأيتم أبواب المساجد سيما في الجمع والأعياد بمجرد ما يقول السلام عليكم ما يسبح، يلجأ إلى مكان يكون رصدا للمارين، ينظر في وجوههم لأجل أن يتسلى، ما يفعلها ولد البلد.
ولا أظن يفعلوهنا في بلدانهم، لأن هذا في غاية يعني البعد عن الأخلاق، أو أنه يعمد إلى الصف الأول فيستند على الحائط ويقابل وجهه للجالسين، والناس عندهم أدب وحياء يغمضون وجوههم غصبا عنهم، يغضون أبصارهم ما يحب ينظرون، ذاك ينظر في الناس. كيف هذه الجرأة؟ تعرف معنى وقح؟ الوقاحة معناها الصلب الشديد الذي لا يتأثر. تقول أرض وقحة يعني ينزل فيها الماء وما تنبت ولا تتقبل الماء، كذا الرجل الذي ما فيه حياء تكون فيه الوقاحة، لا يهمه من نظر ولا يهمه من زكى ولا يهمه من صلح. الله، فالإنسان يدعو، لأن الأخلاق قد تكون مكتسبة وقد تكون موهوبة، فمن رزق حسن الخلق فهذه من نعمة الله على العبد. الدين بالتعلم يا عبد الله، ما قصدنا فلان وفلان، لكن هذه ساقها الله إليكم لأجل أن يحذر المرء أن يصدر منه مثل هذا الفعل. هذا الحديث الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أن عمر دخل على أبي بكر وهو حزين حين استخلف، فرآه حزين، قال: ما لك حزين؟ قال: أنت السبب. أنا لا أظن هذا يصح، لكن هكذا روية، لابد قد يكون أصل القضية صحيحة، لكن بهذا الأسلوب لا أظن. قال: رآه حزين، لأن غالبا بعض الرواة فيما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظه في السياق فيه ديباجة زائدة وفيه كثرة وفيه تنميق، سيما لو قرأت التاريخ في السير ما يأتون بالواقع كما حدثت، لا ينمقونها ويزينونها ويزيدون أحوالا ووقعات ما كانت موجودة أو أوصاف ليست في الخبر. فهنا قال: رآه حزين. قال: ما لك حزين؟ قال: أنت السبب. أتعتقد أن أبا بكر يقول هذا؟ لكن هكذا الرواية، هذا مو حديث يا عبد الله، هذا خبر بين الناس، خبر بين الصحابة، يعني صح أو لا صح، لكن الحديث له أصل. فأخبره عمر رضي الله عنه أن لك الأجر العظيم وأن لك كذا، ثم قال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول؟ اقرأ يا عبد الله. فقال: أنت كلفتني هذا، وشكى إليه الحكم بين الناس. فقال عمر: أو ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الحديث ثابت وصحيح من غير هذا الطريق، لكن ليست بهذه اللفظة. كلمة إن الوالي، البيهقي رحمه الله عنده من سعة العلم بالحديث شيء عجيب، ولذا يقال الشافعي له منة على كل شافعي في هذه الأرض إلا على البيهقي، لأنه نقح أحاديث الشافعي وأوصل المقطوع منه وجاء بأحكام الشافعي فأثبت لها حديثا. هنا يقول جاء بهذه الرواية التي لا توجد في الغالب إلا عنده لسعة حفظه وعلمه. قال: أو ما علمت؟ من القائل؟ عمر رضي الله عنه يقول لمن؟ لأبي بكر، من أجل باب المواساة. تعرف معنى المواساة؟ إذا دخلت على مبتلى أو مريض تواسيه، يقول: والله فلان الكبير، وأنا مر علي كذا، لأن لو بدأت أنت ما مر عليك من بلاء ما ينبغي، لا تحدث الناس بما أحدث الله لك، لأنها شكوى. لكن إذا أردت أن تواسيه
بمعنى أنك لست الوحيد يا عبد الله، سبقك أناث وشاركوك في هذه. يخف الوطء على السامع والمريض، لأن المرء إذا علم أن المصيبة عامة وأن الظلم وقع لم يخصك أنت بل فلان وفلان، يتحمل، بخلاف إذا قيل أنت وحدك ترى يتألم ألم شديد. معروف هذا ولا مو معروف؟ لما دخل قال: إن الوالي، اقرأ العبارة، إن الوالي إذا اجتهد فأصاب الحق فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. الحديث ثبت في الاجتهاد، والاجتهاد بذل الجهد في التحري للقيام بالحق والعمل به. كل ما جاءه حق، الحق يعني ما ثبت عن الله وعن الرسول، في القيام به أو تركه. تركه من الحق ترك الباطل، والعمل بالحق حق. أحيانا تأتي أمور لا يدرك الإنسان أحق هو أو ليس بحق، هذا من الباطل أو ليس من الباطل، اجتهد. أهذا من العدل أو ليس من العدل، اجتهد الإنسان. فإذا اجتهد وتحرى، إن أصاب الحق له أجران: بذل جهده وتوفيقه للحق، وإن لم يصب الحق ما عليه إثم، بل يثبت له أجر واحد. ولذا إذا قيل لك: هل كل مجتهد مصيب؟ هذه الكلمة لا تجب بنعم ولا بلا، لأنها تحتمل معنيان، تحتمل معنيين. إذا قلت كل مجتهد مصيب، إن أردت أن الإثم مرفوع عنه وأنه مأجور صحيح، إن أردت أن اجتهاده أيا كان فقد أصاب الحق وهو حق عند الله، هذا غير صحيح. الحق يا عبد الله واحد ما يتعدد. إذا اختلفت الأئمة في قول، اعلم أن الحق واحد ما هو عند فلان وفلان وفلان، لكن يدركه من يفتح الله عليه، وقد يخطئه غيره. لكن إذا اجتهد مصيب، بمعنى أنه ليس بآثم ولا مخطئ، له أجر، هذا ثابت. أما بهذه اللفظة التي بها استطاع البيهقي رحمه الله أن يدرج هذا الحديث تحت هذا الباب، باب الحكم بين الناس، هذه روايته. قال: أنت كيف المواساة في هذا الحديث؟ أين وجه المواساة؟ قال: يا أبا بكر، أنت في خير في كل الأحوال. واشتكى الحكم بين الناس، خشي أن يخطأ. قال: أنت في خير في كل الأحوال، إن أصبت فثبت لك أجران، وإن أخطأت فلك أجر واحد، فعلام الشكوى وعلام أنك تحزن، أنت مأجور في جميع الأحوال. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: هل يجوز المسافر أن يصلي وراء إمام يصلي العصر، ويكون المأموم ما صلى الظهر ويصلي خلفه الظهر ينتظر؟ إذا جئت ودخلت على جماعة قائمة وعلمت أن الصلاة التي قبلها لم تؤدها، الأصل في الصلوات الترتيب، لا يجوز لك أن تصلي العصر قبل الظهر ولا العشاء قبل المغرب، لا بد من الترتيب. في مثل هذه الحالة يسقط الترتيب، ما يجب عليك. تابع الإمام في صلاته، صلي العصر ثم صلي الظهر.
إن لم يكن تأخرك عن الظهر عن بطلان وعن كسل وعن تمحل، أما إذا كان عن نوم أو نسيان فذاك عذر. نعم. هل يجوز مس المصحف والقراءة فيه بدون وضوء؟ أما الأئمة الأربعة وكثير من أهل العلم لا يجيزون ذلك، لا يمسه إلا المطهرون. هذه وإن جاءت في حق اللوح المحفوظ، وهذا الكتاب من اللوح المحفوظ ما يمس إلا وهو طاهر. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.